مرحبا اعزائي المشاهدين، كيفكن اليوم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب، ان شاء الله تكونوا عم تنبسطوا فيديوهاتي. اذا عم تحبوني اضغطوا على زر السبسكرايب وفعلوا زر الجرس مشان ينزل كل شيء جديد وما يروح عليكم اي شيء. هذا اول فيديو بال 2024 اللي فتره غيب، بعرف كنت شوي مشغول. حب اول شيء اعيدكم بالسنه الجديده، ان شاء الله بالعاده عليكم كل السنين بصحه وفرح وسلام وكل شيء بدكم اياه بالحياه بتحققوه وبتوصلوا له. اليوم الفيديو تبعنا موضوع جدا مهم. ليش؟ كيف نرد على الشخص اللي بينتقدنا كثير او الاشخاص اللي بينتقدونا؟ ليش جدا مهم نعرف كيف نتعامل مع هذه الحاله؟ لان عاده كثير بياثر علينا هذا الموضوع، في اشخاص كثير بياثر علينا هذا الموضوع انه بيتلقوا كثير نقد من الاشخاص الثانيين، هذا بياثر عليهم بطريقه سلبيه وبيمنعهم من التقدم باهدافهم باحلامهم بطموحاتهم بالحياه، ممكن ياثر عليهم بصوره كثير كبيره. كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟ كيف وليد شاكر هو شخصيا بيتعامل مع هذا الموضوع؟ فخلينا نروح ونبلش بهذا الفيديو الجديد ل 2024 وليتس جو. فرح نحكي اليوم عن اربع خطوات بالنسبه للاشخاص اللي بينتقدونا كثير، كيف لازم نتصرف معهم. هلا ليش انا عم بحكي عن هذا الموضوع؟ لانه بشيل سنه جديده، بدنا نطلع بقى من هيدي السنين والايام اللي على طول كنا نتاثر باشخاص الثانيه بانتقاداتهم لنا برايهم لنا، وعم يخلينا بنفس المكان، اوقات عم ياثر علينا باشياء سلبيه انه ما عم نتقدم باهدافنا وباحلامنا لان الاشخاص الثانيين شو عم يقولوا علينا، او لان المجتمع شو عم يقول علينا، او لان فلان او علان شو عم يقول علينا. فنحن كثير عم نتاثر بارائهم وعم ندلنا بمكاننا. كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟ كيف وليد شاكر شخصيا بيتعامل مع هذا الموضوع؟ إذا أنتم بتحبوني، بتحبوا شخصيتي، عفويتي، بتحبوا هاي الأمور، لكل شيء على طول بتقولوا لي بالكومنتات، إذا بتحبوا هذا الشخص اللي أنا فيني، راح أقول لكم أنا كيف عندي هذا الشخص اللي أنا فيني، أنا كيف بتعامل بهذا الموضوع. فمثل ما حكيت أنا هون بحكي بعفوية طبيعية، أنا مش هون هذا الدكتور اللي أنتم بتاخذوا معه محاضرة معه بالجامعة بيجي بيعمل لكم علم النفس ولغات الجسد. يعني هي الحياة مستاهلة إنه كل هالقد نعقدها ولغة الجسد والحياة؟ يعني الموضوع جدا بسيط، أبسط من هيك بكتير. بالنهاية أنتم بتكون النتيجة الإيجابية بغض النظر عن الطريقة، لأن أوقات مثلا تفكروا إنه الطريقة هي المعقدة بتوصلكم للنتيجة الصح، وعلى طول الناس بتفشل ما بتوصل للنتيجة اللي هي بدها. كيف نتعامل مع الأشخاص اللي هني بينتقدونا كتير؟ أول شيء بالمثل اللبناني بنقول اسمع وطنش، يعني اسمع وطنش، ولا كأنك سمعت شيء. هيدي أحسن مقولة أنا بحياتي سمعتها وأحسن مقولة أنا بعمل فيها. يعني لما يجي حدا مثلا يقول لي وليد مثلا انت شخص منك جيد، انت شخص سيء، او انت شخص ما بحب الطريقه اللي بتلبس فيها، او ما بحب الطريقه اللي بتاكل فيها، يعني عم ينتقدني باي صوره من الصور. انا شو بعمل بهي الحاله؟ عاده انا شو بعمل؟ بسمع بقول اوكي ما في مشكله، يعني هذا رايك انه اوكي عادي بحترمه، يعني شو ما يكون بتقبل النقد شو ما كان، خصوصا السلبي. يعني اذا ايجابي ايجابي، بس انه السلبي بسمعه وبطنش. يعني اذا حبيت كون هيك، يعني انا بكون محترم مع الجميع بغض النظر، يعني بسمع اوكي خلص هذا رايك اوكي طنش، ولا كاني سمعت شيء. لان هذا الشخص هو اصلا بالحياه بصوره عامه هو اصلا هذا الشخص مش ما بيفكر فيني، يعني هذا الشخص لا بيضيف على حياتي شيء ولا بياخذ من حياتي شيء. هذا الشخص انا ممكن بعرفه مر الطريق، بعرفه مره بالشهر، هاي بنمشي قد بعض مثلا جوري، يعني بس انه مو هالجوري يعني اللي انا وياه خوش بوش مثل ما بيقولوا، انه اجى وانتقدني، يعني شو اخذ من حياتي ولا شيء، شو ضاف على حياتي ولا شيء. فالاشخاص اللي خصوصا ما بيضيفوا على حياتنا شيء قد ما ينتقدونا عادي، وين المشكله انه انتقدني؟ هلا انت قول عني اللي بدك، ما انت انا وياك مش مع بعض، يعني هلا قد ما تحكي عني غلط او تحكي عني كلام سلبي، انا شو رح ينتقص مني؟ ولا شيء. شو رح يزيد لقيمتي المعنوية أو المادية أو الحياتية؟ ولا شيء. أنت شخص لا تزيد بحياتي أي شيء. هيك أنتوا لازم تفكروا إنه هيدا الشخص اللي عم يحكيكم هو أصلاً والله العظيم مش مفكر فيكم ولا شايفكم، هو صارت إنه حاله إنه أنتوا ظهرتوا قدام هذا الشخص، هذا الشخص ضجران مالل، أوكي؟ فقعد بده يقعد يلاقي شيء يتسلى فيه، فبعد بينتقدكم. هاي الأشخاص اللي في عندهم هاي الشغلة وعاملها إلا أنهم ينتقدوكم. فاسمعوا مني، اسمعوا وطنشوا ولا كانكم سمعتوا شيء. هيدي نصيحتي بقول لكم بالنسبه ل 2024، لان خلص الحياه
نحن وين والدنيا وين؟ نحن بقى قصة عم نسمع لهيدا الحكي قال وقيل وانتقدوني وانتقدتن، هيدا ما بقى في منه. نحن 2024 هلأ روحوا شوفوا حياتكم، شوفوا أهدافكم، شو كنت عاملوا بحياتكم. أنا بقى فاضي اسمع أنا للناس شو عم ينتقدوني، يحكوا اللي بدهم يحكوه، موف اون. خلونا نروح للنقطة رقم 2. النقطة الثانية، تجنبوا تكونوا عاطفيين بركن. يعني مثلا إذا أنا هلأ إجا حدا عم ينتقدني، ما تخلوا إنه الانتقاد السيء دغري هيك يحركن يعصبكن وإنه أوه بدي يرد عليه، والعاطفة والشجون كلها تظهر فيني. لا 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 لا، حدا عم ينتقدكن، قد ما ينتقدكن خليكن رايقين ولا كأنكن سمعتوا شيء. هيدا الشيء بالعكس بيقتل الشخص اللي قدامكن، يعني بينزعجوا كتير انه واو انا عم بنتقد هذا الشخص، ولا هذا الشخص ولا كانه على باله. وبالفعل هو لازم اصلا يكون مش على بالكم. ما حكينا بالنقطه الاولانيه، نحن حكينا فيها انه هدول الاشخاص ما بيزيدوا لحياتكم شيء، فانا لازم اتاثر بشيء اصلا ما بيزيد لحياتي شيء. فخليكم هادين وما تردوا. اذا رديتوا على الانتقاد ما تردوا بعاطفه، يعني ما تخلوا شعوركم هو اللي يغلب بالجواب. خليكن انتقائيين جدا بردكن، خلي جوابكن كتير بسيط وتو ذا بوينت، يعني للمعنى اللي انتم بدكم توصلوه، وجواب جدا قصير. ما تعطوا طاقه اكثر من زياده للانتقاد، اوكي؟ فجدا تحافظوا على هدوءكن، ما تخلوا العاطفه تغلب عليكن، لان العاطفه هي من احد الاسباب المدمره للشخص، خصوصا اللي هو بيكون عنده شخصية ضعيفة او بيتأثر بالرأي الاخرين بسهولة. فبكون تشتغل على موضوع انه انا ما بقى بدي يكون كتير عاطفي لما حدا يجي عم يقولي شو ما يقولي انه انا دغري العاطفة تغلب علي. لا، نحن حلوين كن عاطفيين، ولكن مع الاشخاص اللي بيضيفوا لحياتنا شيء، مع الاشخاص اللي هن بيعنوننا بحياتنا شيء، مع الاشخاص اللي بيزيدوا لطاقتنا الايجابية ايجابية، هون حلو نفرج العاطفة، هون حلو نفرج جمالية الروح اللي نحن عنا. مش انه والله نطلع للشخص الغلط، الشخص السيء اللي هو بس انه عم يجرح فينا ويحكي معنا، هيدا لا يستاهل منا ولا ثانية حتى نرد. فجدا مثل ما حكيت، اذا رديته ما تكونوا عاطفيين وخلوا الجواب بسيط وقصير وموفان. ويلا للنقطة اللي بعدها، مثل ما بيقولوا خلينا نروح للنقطة رقم 3. النقطة رقم 3، لما حدا اجى عم ينتقدني وعم يجرح بالحكي ويحكي يلي هو شو ما يقول، لا تدافعوا عن نفسكم. ليش؟ حتقولي وليد او معقول لما دافع عن نفسي، ما هو عم ينتقدني، ما هو عم يهاجمني. لا، لا تدافعوا عن نفسكم. لما انتو، ما في حدا بالحياة ما بيعرف شو الصح وشو الغلط وشو بده وشو ما بده. الانسان بيعرف بالضبط شو بده، كل شخص منا بالحياة بيعرف شو بده، ما حدا غبي. ولما يكونوا عم تعملوا شيء بالحياة، انتو لما يكون عمركم بعد تقريبا 15 سنة حتى قبل 15 بتعرفوا الصح من الغلط. ما تقول حدا يقول لي انه امكن وبيكم ما ربوكم على الصح والغلط وشو الصح وشو الغلط. بغض النظر انتم باي بلد باي كولتشر، نحن كلنا بنعرف شو الصح وشو الغلط. فلما يجي حدا عم بيهاجمني، عم ينتقدني باي شيء انا عم بعمله، انا الشيء اللي عم بعمله يعني انا اول شيء مرتاح فيه، ثاني شيء انا مقتنع فيه، ثالث شيء لو انا شايفه صح ومناسب لاني انا اصلا مش عم بعمله. فانا حتى لو غلط وعم بعمله، فانا عارف اصلا انه غلط. يعني ما مش رح اجي يعني الا اذا حدا عم يتغابى، هيدا صار موضوع تاني. حتى الشخص بيكون عم يعمل غلط بيعرف انه عم يعمل غلط. فانت لازم تكون كمان صريح مع نفسك. لما اجي انا عم بسال مثلا، بقول لك انا وليد مثلا، الشخص بيقول لك انا عارف ان الشيء غلط بس انا بدي اعمله، بغض النظر انا مقتنع اني اعمله. فهون نحن عارفين شو بدنا، نحن عم نعمله عن قناعه ونحن راضيين فيه وجايب لنا شيء ايجابي، يعني مش هيك نحن عم نعمله. فلما يجي الشخص عم ينتقدني وعم بيهاجمني، انا ما بدافع عن نفسي. لما انا دافع عن نفسي يعني انا مذنب، يعني انا حاسس بالذنب، يعني انا عم برر. وانا الشيء اللي بعمله ما ببرره لحدا ولا لانسان الا رب العالمين. انا لما اكون عم بعمل شيء ما حدا له عندي شيء، فقط رب العالمين هو الشيء الوحيد، يعني هو الاله، هو بيحق له يعمل اللي بده اياه لانه هو اله. اما حدا على الارض من الكائنات الحيه، هيدول ما حدا بيحق له انا اصلا يجي يسالني انا برر له اي شيء. انتو ما تبرروا شيء، فانتو مقتنعين باللي انتو عم تعملوه. فما تدافع عن نفسك لانه رح يحطك بموقف مذنب،
هل انت مذنبه؟ هل انت مذنب؟ اسالوا نفسكم هذا الشخص، انا هلا عم بسالكم. فاكيد انتوا رح هلا عم تضحكوا او هلا عم تقولوا واو ايه ومعه حق، لانه انتوا اللي عم تعملوه مقتنعين فيه فما تدافعوا. فلما حدا عم يهاجمكم بالنقد خليكم ساكتين ولا تدافعوا، هذا الشيء رح يحطم اللي قدامكم، رح يحطمه معنويا، رح يحطمه نفسيا. قد ما تهاجمني انا مش رح دافع عن نفسي، لاني انا اصلا مش مذنب، انا عارف حلو شو عم بعمل، انا هذا مقتنع فيه وبدي هذا الشيء، ونقطة انتهى. خلينا نروح لنقطة رقم 4. نقطة رقم 4، انا عادة من القليل جدا جدا اني اعمل، اذا حدا عم ينتقدني انا من القليل جدا اني ناقش، من القليل جدا، ولكن في احيان صارت معي اني ناقشت، بس انا بفضل انه عدم النقاش. ولكن اذا انتقلنا لهيدي المرحلة وحبيتوا تناقشوا، ناقشوا بهدوء واحترام. لان لا نقدر نناقش لنقدر نحكي لازم يكون في احترام، اذا ما في احترام ما في اي شيء لا نقاش ولا اي شيء تاني. ولكن اذا بحكي مثل ما حكينا، اذا وصلنا مرحلة انه نناقش، خلي النقاش بهدوء وباحترام. اذا فقد الاحترام ما فقد كل شيء، ما بقى في شيء، وخلي الموضوع هادي. يعني مثلا حدا عم يتهجم علي، عم ينتقدني، هذا انا بدلني هادي عادي جدا، اوكي وليش عم شو شايفه غلط مثلا فيني، شو وجهة نظرك، اوكي ونتناقش بسهولة وخلص يعني، ومنين هي الموضوع بسلام وحب. وحسب يعني انا بقرر قديش لازم تاخذ كمان مدة المناقشة، يعني عرفت كيف، ما كنت تحكي فيها 3 ساعات يعني. بس اذا حبينا هذا بالنسبة للنقطة الرابعة. هلا انا بدي اعطيكم نقطة من عندي مثل ما بيقولوا خامسة واخيرة. 2024 سنة جديدة، رحت سنة جديدة جاي عليكم وسنة رحت من عمركم. شوفوا شو عملتوا فيها، شوفوا الاخطاء اللي انتوا عملتوها، صححوها. بال 2024 هيدي السنة الجديدة، فكروا انا شو بدي اضيف لحياتي، شيء جديد، شيء ايجابي، شو انا رح كون هذا الانسان باخر هيدي السنة، انا شو رح كون زدت على الاجندة تاعتي بالحياة. بعدين نتذكر انه الشخص اللي بينتقدكم هو انسان مليء بالاخطاء، مليء بالخطايا وعدم الكمالية، فهو مثله مثلكم. فلما يجي حدا عم ينتقدكم، ليش انا بدي اتأثر بشخص برأي هذا الانسان؟ هو انسان خطأ مثله مثلي، هو انسان غير كامل مثله مثلي، هو انسان مثلي مثله، هو مش احسن مني ولا انا احسن منه، احنا كلنا متساويين. فانا على اي اساس لما تيجي انت عم تنتقدني او انت تيجي عم تنتقديني، انا بدي اتأثر وانفعل وعصب وما بعرف شو، واعطيك او اعطيك اكتر من الحجم اللي لازم انا اعطيك اياه. فهيدا للاشخاص اللي بيكون عندهم الثقة بنفسهم قليلة، ما بيكون عندهم الثقة قوية. تذكروا انه وليد شاكر، انا لما مثلا بلشت على اليوتيوب من 5 سنين، كتير من عالم انتقدوني، كتير تهجم علي، ما رح تنجح، وكنت انا خصوصا بتعرفوا انا بشتغل بمجال الشعر، وحكيوا لي انه هيدا الشغل للبنات مش للشباب، وانت عم تلمس المرأة حرام وما حرام، وهني انا بيعرفوا انا عايش بامريكا، حتى بيسالونا هاي الاسئله، انت بتصلي مثلا، بتجيني هذا السؤال، او مثلا بكون مثلا على البحر لابس مايو او شيء مثلا، بينتقدوني بيقولوا لي مثلا انه انت مسلم كيف بتلبس المايو، من هالحديث. حتى مثلا انتقدوني ايام كثير مثلا كلام بيحكي مثلا حكوا انه بيجيني مثلا كلام انت اللبنانيه مثلا، وكلام تجريح مثلا، بيحكي يعني اجتني كثير رسائل تهجمي. انا شو تاثر فيني هيدي الكومنتات السلبيه؟ انا شو اخذت مني؟ هل خلتني اتراجع على اللي انا بدي اعمله؟ ابسولوتلي نوت، اكيد لا. لكن مكمل، هل رح دلني مكمل بالحياه ودلني عم بكمل باهدافي وبطموحاتي؟ اكيد. انا بعشق الانتقاد، كل ما بتنتقدني انا كوليد، كل ما بتنتقدني كل انا ما بنبسط بزياده، انا باخذ هيدي الطاقه منك السلبيه وبعكسها ايجابيه فيني. لان لما انتم حدا عم ينتقدكم يعني انتم مهمين، انتم اشخاص مهمين. لما حدا عم ينتقدكم يعني حدا عم يعطي من وقته لكم لبيع السياعد ينتقدكم، يعني انتم قديش مهمين. فكروا فيها هيدي النقطه، لو مش مهمين هو اصلا هذا الشخص ما حتى ما عم ينتقدكم، بس ممكن غيران منكم، محسود منكم، ممكن بيشوف انه انتم فيكم نجاح اكثر منه، فهو مقهور. كنت تفكروا بالامور الايجابيه،
على طول الانتقاد السلبي مش سلبي، هو بالعكس في يكون كتير ايجابيه. فهيك لازم نطلع بكل امور الحياه، وخصوصا بلشوا هلا هلا ب 2024، هذا اول اسبوع بلشوا بجدول نجاح، بجدول مليء بالاحلام والطموحات بكون هيدا. وكل ما حدا ينتقدكم خذوا هيدي الطاقه وحولوها لايجابيه، وعرفوا انكم انتم اشخاص مهمين وكبار واشخاص رح تنجحوا. واذا ما نجحتوا بقى هلا ما بيأثر، النجاح رح يجي بياخذ وقت ما في مشكله. ولكن لما حدا عم ينتقدكم عرفوا انكم فيكم شيء مميز، لو ما فيكم شيء مميز اصلا ما عم ينتقدوكم. والاشخاص الناجحين هن اكثر اشخاص العالم بتنتقدهم بالعالم، تذكروا هذا الشيء كثير منيح. فخبروني بالكومنتات شو رايكم بهذا الموضوع، اذا حدا عم يعاني من هذا الموضوع تواصلوا معي على الواتساب، تواصلوا معي على الانستغرام، وتواصلوا معي على الفيسبوك، اوكي؟ تواصلوا معي على هيدي الامور، وانا ان شاء الله كمان بساعدكم بالتخطي النفسي. يعني بعرف اوقات مثلا نفسيا بتكون شوي نازله، يو مثل ما بيقول الانرجي عندكم، كلنا بنمر بهيدا الموضوع. ولكن الفاونديشن الاساس تاعكم لازم يكون قوي، ثقه، قوه، طموح. ولا حدا بيقدر يحطم هذا الكيان، كل واحد ممكن لازم يفكر بهيدي الصوره. يا منتقد انت تزيدني قوه وليس ضعف، ورح اخذ الانتقاد تاعك وبالعكس رح اقلبه لايجابيه، ورح احطم السلبيه اللي فيك. فبحبكم كتير، وبشوفكم بفيديو جديد بفكره جديده، وهابي نيو يير. وان شاء الله بتكون 2024 مليئه بالخير والطموحات والاحلام لكم يا رب، وبتوصلوا لكل شيء بدكم اياه. وتذكروا اذا حدا انتقدكم انتو worth it، لانكم اشخاص تستحقون النقد، لانكم اشخاص سوف تنجحون. بحبكم كتير وبشوفكم على خير.